كان الالتزام. دايما بتعلم، دايما بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. بحلم بالبطولة. الأهلي كتال، الأهلي رمز، الأهلي عزيمة، الأهلي إصرار. مش لوحدي، أنا كيان، جمهوري في كل مكان. أنا أنت، أنا الأهلي. الأهلي فوق الجميع. الأهلي أعظم نادي في الكون. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا من جديد. النهاردة يوم حافل نحلق به من أماكن عديدة يملأه الأهلي نشاط وبطولات وإنجازات من مكانته الكبرى في الرياضة المصرية والعربية والأفريقية. في الوقت الذي نترقب فيه مباراة هامة في كرة القدم يبدأ بها فريق كرة القدم مشواره لتحقيق البطولة التاسعة في دوري أبطال أفريقيا، البطولة الأغلى على الأهلي وجماهيره يتصدر فيها كل منافسيه في القارة برصيد 8 ألقاب ويبحث عن التاسعة في كرة القدم. ويخوض فريق سيدات الأهلي في الكرة الطائرة منافسة قوية أيضا للحصول على النجمة التاسعة في بطولة أفريقيا التي يستضيفها النادي ونظمها بمشاركة 19 ناديا. وحينما يستضيف الأهلي بطولة قارية بهذا المستوى فإنه يعتمد على مكانته وإمكانياته البشرية والمادية التي تؤهله لتقديم صورة مصر أمام كل أندية القارة. ويقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب خلال هذه البطولة عدد من الكوادر الشابة التي يضمها المجلس، منهم المهندس محمد جمال الجرحي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والمهندس محمد الضماطي عضو المجلس ونائب رئيس اللجنة المنظمة. فريق سيدات الأهلي يمثل كل الأهلوية في هذه المنافسة القارية القوية. وهنبتدي بتقديم حفل افتتاح تم الترتيب له بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة برئاسة الدكتور عمرو علواني. وينتظر أن يقدم الأهلي خلال فقرات الحفل العديد من المفاجآت التي تسعد جماهيره وتترك ذكريات جيدة لدى كل ضيوف مصر. الحقيقة ده منظر الملعب اللي احنا شايفينه مع حضراتكم الآن، ودي صورة حية من أرض الملعب، منظر مشرف. والغريب أن فريق كرة القدم الآن النهاردة إن شاء الله هيدافع أو هيبحث عن اللقب التاسع، في نفس الوقت فريق السيدات يبحث عن اللقب التاسع أيضا. صدفة، ولكن النادي الأهلي زي ما قلنا أسطورة، كل يوم بطولة. الحقيقة البطولة دي الأقوى، يمكن بيشارك فيها 19 نادي أفريقي. يمكن في بطولات السيدات ما شفناش العدد ده، ولكن حينما ينظم النادي الأهلي بطولة قارية بهذا المستوى تجد الكل يتنافس للمشاركة فيها. النهاردة النادي الأهلي بيحط كل إمكانياته، كل شعبيته، كل كوادره الحقيقة في خدمة هذه البطولة. بطولة مهمة، يمكن سيدات النادي الأهلي استعدوا بيها منذ فترة بمعسكر في أوروبا في سلفانيا، رجع الفريق معسكر أيضا مغرق لمدة يومين، وابتدي النهاردة إن شاء الله الافتتاح وأيضا مباراة الافتتاح. النادي الأهلي النهاردة عنده مباراته مع نيكومبا الأوغندي في مباراة الافتتاح واللي هتبقى الساعة 6 إن شاء الله. الحقيقة احنا هنكون معاكم خلال فترة الافتتاح من 5 ل 6، والمباراة أكيد هتتسجل وهتذاع لحضراتكم، ولكن طبعا بعد مباراة كرة القدم النهاردة. خلينا أقول لحضراتكم بعض المعلومات قبل انطلاق طبعا حفل الافتتاح. خلينا أقول لحضراتكم تصور سريع أو خطة سريعة لحفل الافتتاح. الأول السلام الوطني طبعا، العرض الفني، وبعد كده دخول طابور العرض، وبعد كده كلمة الأستاذ محمد الجرحي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة،
يتبعه كلمة المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، يتبعها كلمة الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي رفع علم البطولة، الإذن بافتتاح البطولة كابتن محمود الخطيب، انصراف طابور العرض والاستعداد بعد ذلك لمباراة الافتتاح بين النادي الأهلي ونيكومبا الأوغندي. خليني أقول لحضراتكم سريعا تشكيل النادي الأهلي سواء جهاز فني أو لاعبات في هذه البطولة. نبتدي بالجهاز الفني. الجهاز الفني الكابتن حمدي الصافي مدير فني، كابتن ياسر صلاح المدرب العام، مجدي بيبو مدير إداري، إيهاب عبد المنعم إداري، رانيا عبد العزيز مخطط أحمال، أيمن فؤاد محلل فن تقني، منه الله عادل أخصائي علاج طبيعي، مشرف عام ممدوح نور. اللاعبات نهلة سامح رقم 8، شروق فؤاد رقم 9، مريم مصطفى رقم 7، مريم متولي رقم 20، آية الشامي رقم 1، دانا شوقي رقم 6، رنا الجوهري رقم 18، فريدة العسقلاني رقم 12، نور الله ياسين رقم 3، نرمين المنشاوي رقم 13، رحمة المهندس 14، كاترين شينكوفا رقم 5، مايا ممدوح رقم 10، ندى وليد رقم 2. خلينا استعرض مع حضراتكم أسامي 19 فريق. زي ما شايفين حضراتكم الصالة بتجهز لحفل الافتتاح في تابلو رائع ومنظر رائع. طبعا النادي الأهلي كوادر وخبرة كبيرة في تنظيم تلك البطولات. طيب هنستعرض مع حضراتكم فريق الأهلي والشمس من مصر المشاركين. معنا الأنابيب كينيا، السجون من كينيا، خلي بالكم الفرق الكينية من أقوى الفرق والتونسية أيضا. قرطاش تونس وهو حامل اللقب البطولة الأخيرة بعد أن فاز في الفاينل من نادي الشمس العام الماضي، والنادي الأهلي فاز بالمركز الثالث على ما أتذكر. وهراري سيتي زيمبابوي، ودوانيز بوركينا فاسو، رواندا ريفيونيو ورواندا أيضا، وفاب الكاميروني، واي ان جي اس الكاميروني، ودي اس اس بي الكونغو، ونجمه الشلف الجزائري، ونيو تيج كيلي الكاميروني، وبافيا الكاميروني، وفيجن اوغندا، وجامعه نيكومبا اوغندا، واسك ميموزا كوت ديفوار، والجمارك نيجيريا، وبي دي اف 6 بتسوانا من كل حته في القاره. دي كانت اسامي أو الفرق المشاركة في البطولة الأفريقية. خلينا استعرض مع حضراتكم القرعة كانت امبارح وغطيناها مع حضراتكم على شاشة قناة النادي الأهلي. خلينا استعرض مع حضراتكم المجموعات وتشكيلها، أو المجموعة هي أسفرت عن أربع مجموعات، ثلاث مجموعات خمس فرق ومجموعة أربع فرق. المجموعة الأربع فرق هي مجموعة النادي الأهلي. الأهلي على رأس المجموعة الأولى مع فريق نيكومبا الأوغندي ونيونينج الكاميروني وريفينيو الأوغندي. المجموعة الثانية كل من قرطاج التونسي حامل اللقب، وسيتي وهراري سيتي الزيمبابوي، ونجمة شلف الجزائري، وبي دي اف 6 بطل بتسوانا، وبافيا الكاميروني. خلينا اقول ان قرطاج التونسي هو حامل اللقب ايضا وكان على رأس المجموعة الثانية. على رأس المجموعة الثالثة كان نادي الشمس وهو الوصيف البطولة الماضية اللي اقيمت في تونس. المجموعة الثالثة كانت خمس فرق، هي الشمس وفاب الكاميرون وانابيب الكيني ودي جي اس بي الكونغو وفيجن الاوغندي. المجموعه الرابعه والاخيره السجون الكيني وان اس جي اس الكاميروني والجمارك النيجيري، دوانز بوركينا فاسو، اسك ميموزا الايفواري. دي كانت الاربع مجموعات التي ستشارك في البطوله. خلينا اقول ان البطوله بتنظم على ملعبين، الملعب الامير عبد الله الفيصل او صاله الامير عبد الله الفيصل اللي احنا بنشوف منها لقطات دلوقتي في حفل الافتتاح والاستعداد لحفل الافتتاح، وصالة الشهداء الصالة الفرعية بجانب صالة الأمير عبد الله الفيصل أيضا بمقر النادي الأهلي في الجزيرة. إذن البطولة بتقام على ملعبين، لأن الحقيقة من كثرة الفرق المشاركة 19 فريق كان لازم يكون في ملعبين عشان تخلص في الميعاد المحدد لها. وزي ما أشرت لحضراتكم منذ قليل إن مشاركة 19 فريق هذا رقم كبير لم يشارك من قبل في البطولات، وده بسبب تنظيم النادي الأهلي هذه البطولة. وزي ما قلت لحضراتكم عندما ينظم النادي الأهلي بطولة فالكل يسعى لمشاركة فيها لعلمه ويقينه أن البطولة ستنجح إداريا وستنجح فنيا وستنجح في كل شيء. خلينا أقول طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وجه الدعوة لكل من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، الدكتور علاء مشرف نائب رئيس اللجنة الأولمبية، محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة،
اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة لحضور حفل افتتاح البطولة الأفريقية لكرة الطائرة سيدات التي يستضيفها الأهلي وتستمر حتى يوم 16 من مارس الجاري بمشاركة 19 ناديا لأول مرة. خليني أقول لحضراتكم مباريات اليوم ونتائجها، وكان مهم جدا لأن اليوم بيبقى طويل، بتبتدي بماتشات منذ البداية منذ اليوم حتى النهاية. أول مباراة اليوم فاز هيراري سيتي زيمبابوي على بي دي اف 6 بتسوانا بنتيجة 3-1. فوز قرطاج التونسي على نجمة الشلف الجزائري 3-0. فوز الجمارك نيجيريا على اي ان جي اس الكاميروني 3-1. فيجن اوغندا امام دي جي اس بي والذي انتهى منذ قليل ب 3-0. دلوقتي احنا معانا حفل الافتتاح، وبعد حفل الافتتاح هيكون عندنا ثلاث مباريات. الثلاث مباريات هتكون ما بين صاله الصالة الرئيسية صالة الأمير عبد الله الفيصل والصالة الفرعية صالة الشهداء. الماتشات هي الساعة 6 الأهلي أمام نيكومبا الأوغندي، ودي هتكون مباراة الافتتاح. كل التوفيق لفريق النادي الأهلي السيدات في طبعا رحلته للاحتفاظ أو لعودة اللقب. خلينا أقول إن النادي الأهلي شارك في أربع سنوات الماضية أو الثلاث سنوات الماضية فاز باللقب في السنة الأولى والثانية، السنة الثالثة خسر اللقب، السنة الرابعة أو السنة دي النادي الأهلي طبعا بيكافح للحصول على النجم التاسع. المباراة اللي هتكون الساعة 7 أسك أمام إدوينز بوركينا فاسو. المباراة الساعة 8 الشمس أمام أنابيب كينيا، وهتبقى مباراة قوية لأن الشمس الحقيقة فريق قوي والأنابيب أيضا فريق قوي، والحقيقة هتكون مباراة هننتظر نتائجها وأكيد هنبلغ حضراتكم بالنتائج تباعا مع طبعا على شاشة قناة النادي الأهلي. خلينا أقول لحضراتكم بعض الأمور المهمة. البطولة هتبتدي من النهاردة إن شاء الله يوم 6 حتى يوم 16 مارس. النهائي ان شاء الله سيكون يوم 16 مارس الجاري، والبطوله بمشاركه 19 فريق. النهارده في طبعا مفاجات في حفل الافتتاح، يعني عرفت بعض منها الحقيقه. طبعا المطرب حماده هلال سيكون في حفل الافتتاح ان شاء الله، وهيكون في بعض الفقرات اللي الحقيقه هتكون مفاجاه لجمهور النادي الاهلي اللي هيتابعوا المباراه في ارض الملعب، وايضا اللي هيتابعوها على شاشه قناه النادي الاهلي. الحقيقه النادي الاهلي يملك من الكوادر القوية والكوادر الجاهزة لتنظيم هذه البطولات. النادي الأهلي السنة دي عنده 5 بطولات أفريقية في حدث لم يحدث من قبل. كنا قبل كده بنشوف النادي الأهلي بينظم بطولة أو 2، ولكن النادي الأهلي السنة دي يعني نجح في استضافة 5 بطولات. أول بطولة الكرة الطائرة للسيدات، يتبعها بأيام قليلة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال، وإحنا حامل اللقب بالمناسبة السنة اللي فاتت في مباراة نهائية كانت مع الترجي التونسي وفوزنا بيها وتابعناها على شاشة قناة النادي الأهلي. عندنا طبعا في شهر إبريل هتنطلق بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، وإحنا حامل اللقب أيضا لما لعبنا المباراة السنة اللي فاتت في أغادير المغربية وفوزنا باللقاء، كان الطرف اللقاء الآخر هو نادي الزمالك المصري. الحقيقة النهاردة السنة دي برضو هيكون نفس المنافس، نادي الزمالك المصري حامل لقب أو بطل أفريقي أبطال الدوري، والنادي الاهلي حامل لقب ابطال الكؤوس او ابطال او السوبر، هيكون هو طرف الثاني، هيكون على ارض او على ملعب صاله الامير عبد الله الفيصل. يتبعها على يعني في نفس التوقيت هتلاعب بطولتين، بطوله افريقيا لكره اليد سيدات، ودي من زمان جدا ما شاركناش فيها، يمكن اخر مشاركه لينا فيها كانت سنه 92 وفزنا بالمركز الثالث. فطبعا بعد غياب طويل سيدات كره اليد اللي احتفلنا معاهم منذ ايام بحصولهم على كاس مصر في مباراة عصيبة ماراثونية أمام نادي سبورتنج على الصالة رقم 2 باستاد القاهرة. الحقيقة هيخوضوا طبعا في نفس التوقيت مع فريق الرجال بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس. وخليني أقول لحضراتكم إن إحنا حامل اللقب أيضا في أبطال الكؤوس للرجال السنة اللي فاتت بعد أن خضنا منافساتها، وكانت منافسات قوية في مدينة أغادير أيضا وفزنا بالبطولة. السنة اللي فاتت فريق اليد حقق موسم استثنائي للرجال، حقق موسم بحصوله على الدوري والمرتبط وبطولة افريقيا لابطال الدوري، بطولة افريقيا لابطال الكاس، ودوري او بطولة السوبر الافريقي. فريق اليد للرجال السنة اللي فاتت حصل على 5 بطولات. فان شاء الله كل التوفيق لفريق الرجال لليد الحقيقة، لان احنا بنطالبه الحمد لله هو في دوري اليد مرتبط ماشي كويس. بطولة افريقيا ان شاء الله يكون برضو خير مشرف، وان شاء الله كلنا ثقة زي ما احنا شايفين التنظيم على اعلى مستوى. الملعب يعني او المقصوره بالمقصوره الجانبيه يمين وشمال، كل التنظيم الجيد وكل الالتزام. الحقيقه وعد طبعا كابتن رؤوف عبد القادر مدير نشاط الرياضي اللي كان معانا على الهواء
منذ ايام قليله قال ان في مفاجات. يمكن انا قلت لكم مفاجاه منها طبعا وجود مطرب بحجم حماده هلال في هذا الحفل، وفي فقرات اخرى كمان هتبقى يعني جميله وفقرات جيده. الحقيقه الفقرات دي بتدي انطباع جيد جدا عن مصر، مصر الاسم الكبير امام افريقيا ومشاركين في افريقيا. وخليني اقول لحضراتكم ان اللي بيشارك في بطوله زي دي وبيرجع بلده الحقيقه بيكون سفير عن مصر، سفير عن مصر في الامن والامان، سفير عن مصر في التنظيم الجيد، في الكفاءات، في كل شيء. زي ما احنا شايفين الملعب يعني رائع، ملعب بشكل جميل. شفنا المنظر ده من سنه الحقيقه وشويه في بطوله افريقيا لكره السله اللي فزنا بيها على نفس الملعب. الحقيقه النادي الاهلي نفسه اتفتحت كتير لبطولات افريقيا. النادي الاهلي بيعود بقوه لمكانته الافريقيه، بيعود بقوه لتحليقه كالعاده. طبعا كالعاده النادي الاهلي ما غابش عن افريقيا، ولكن المفارقه الجميله النادي الاهلي النهارده بيدافع عن لقبين التاسعين بطوله افريقيا لكره القدم دور 32. النادي الاهلي بيكافح او بيبتدي مشواره في الحصول على اللقب التاسع، والنهارده برضه سيدات النادي الاهلي في اللقب التاسع. خلينا اقول النادي الاهلي هو اعلى القاب، 8 القاب في الكره الطائره. النهارده ان شاء الله بحصولنا على البطوله دي يا رب بكل التوفيق ليهم هنكون حصلنا على التاسعه، وهنكون بنحلق بعيدا طبعا عن الفرق القاريه اللي هي الفرق الكينيه والفرق التونسيه. خليني اقول لحضراتكم ان احنا بطوله افريقيا دي بتشوف مستوى رائع. ليه؟ لان اغلب الفرق بتيجي بمحترفين اجانب. فريق قرطاج حامل لقب اكيد جاي بفريق بلاعبات اجانب، النادي الاهلي بيضم لاعيبه اجنبيه اوكرانيه، واكيد بقيه الفرق احنا لسه طبعا هنتناول ده فنيا في استديوهاتنا التحليليه هكون مع حضراتكم غالبا كل يوم، بحيث ان احنا نحط حضراتكم في المستوى الفني للبطوله. زي ما قلت لحضراتكم، زي ما احنا شايفين الصوره من ارض ملعب او صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. زي ما احنا شايفين ده الاستعدادات لافتتاح البطوله. خليني تاني اقول لحضراتكم جدول، او يعني زي ما بيقولوا استعرض معاكم جدول الافتتاح لاول السلام الوطني، العرض الفني، دخول طابور العرض. كلمة الأستاذ محمد الجرحي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وعضو مجلس الإدارة أيضا، كلمة المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة. زي ما احنا شايفين طبعا كابتن محمود الخطيب وصل أرض الملعب وبيحضر الافتتاح منذ بدايته، معاه طبعا الأستاذ العمري فاروق نائب الرئيس، وعلى يمينه الدكتور عامل عرواني رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، كوكبة كبيرة طبعا من رجال الرياضة في مصر. وبالحقيقة حضور الكابتن محمود الخطيب في هذا الحفل يدل على اهتمام النادي الأهلي مش بكرة القدم فقط. خلينا أقول النهاردة في مباراة كرة قدم، ولكن ده ما شغلش كابتن محمود الخطيب اللي هو بينتمي لكرة القدم أنه رئيس النادي الأهلي أنه يكون طبعا في بداية مؤيدين أو مفتتحي بطولة أفريقيا للسيدات. مشاركة كابتن محمود الخطيب في هذه البطولة وافتتاحها فهي رسالة قوية جدا لاهتمام النادي الأهلي بالألعاب الأخرى، وإن شاء الله هيكونوا البنات قدها ويشرفوا النادي الاهلي ويشرفوا مجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ان شاء الله. خلينا اقول لحضراتكم ان طبعا زي ما قلنا في مفاجات كمان موجوده في مشاركه حماده هلال في الافتتاح، اكيد طبعا هيدي شكل كبير جدا لحفل الافتتاح. خليني طبعا اراجع مع حضراتكم بعض المعلومات ايضا. 19 فريق بيشاركوا، اكيد هيشاركوا في فريق العرض او في طابور العرض. ال 19 فرقه هيكونوا موجودين لان طبعا بتبقى لحظات مهمه وذكريات مهمه لكل المشاركين. خلينا اقول لحضراتكم ايضا بعض الامور، انه احنا عندنا الماتشات مستمره معانا تقريبا كل يوم. في ايام ممكن النادي الاهلي ما يشاركش فيها، ولكن في ايام برضو مستمره البطوله هيكون النادي الاهلي بالذات في التصفيات وفي ماتشات المجموعات هتبقى كل يوم. طبعا اعضاء مجلس الاداره طبعا كابتن مرتجي وصل، طبعا كابتن هناء حمزه عضو مجلس اداره الاتحاد المصري الكره الطائره موجوده في المقصوره. الحقيقه طبعا اكيد هنشوف رئيس الاتحاد الافريقي بالظبط مهندس خالد مرتجي زي ما احنا شفنا اكيد موجود في المقصوره. زي ما قلنا حضور اعضاء مجلس اداره ده بيدل برضو على اهتمام مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل في حضور باهتمام مجلس اداره بالالعاب الاخرى. خلينا نقول برضو انه طبعا اكيد رئيس الدكتور اسر من الوفود الافريقيه في المقصوره. الحقيقه حدث كبير، حدث مهم، حدث يعني بيخلي النادي الاهلي يحلق في سماء افريقيا. خلينا نقول النادي الاهلي الان هو
يعني محط الانظار في افريقيا كلها. لما نقول النهارده دور ال 32 لكره القدم وبنذيعه على قناه النادي الاهلي، قناتكم القناه المفضله لجمهور النادي الاهلي بالملايين. خلينا نقول كمان بطوله افريقيا للطائره كمان سيدات بتتذاع على قناه النادي الاهلي. خلينا نقول ان كل ده اكيد بيحط النادي الاهلي في السبوت الافريقي. كل انظار الالعاب الاخرى، طايره ويد وغير كره القدم، هتكون انظارهم متوجهه خلال الشهرين الجايين للنادي الاهلي. وده طبعا مش بس بيحط النادي الاهلي في الرياده، ولكن بيحط مصر كلها في الرياده. خلينا نقول النادي الاهلي اكبر مؤسسه رياضيه في مصر. عندما ينظم بطوله بالشكل ده اكيد ده بيدي انطباع جيد عن مصر. مصر في كل شيء الحقيقه، كتنظيم، كامن، كامان، كل شيء. خلينا نقول برضو ان كلمة النهارده المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري لكره الطائره اكيد هيكون ليه تعليق كمان على التنظيم. اكيد الشكل العام او التابلو العام هيكون مشرف لكل من هو ينتمي لمصر، مش بس ينتمي للنادي الاهلي، سواء الكابتن عمرو علواني، لان الكابتن عمرو علواني طبعا مصري ورئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، فهو في الاول والاخر مصري وبيمثل مصر، وايضا المهندس خالد ناصف سليم. فالنادي الاهلي هنا بيشرف كل المصريين سواء بيشاركوا في اتحادات قاريه او دوليه. خلينا اقول لحضراتكم كمان ان كابتن محمود الخطيب وجه الدعوه دي، طبعا دول احد الفرق المشاركه اللي بتحضر طبعا حفل الافتتاح اكيد. وخلال توقف البطوله في الادوار النهائيه، خلينا اقول ان طبعا قلنا في الادوار التمهيديه مش هيبقى في توقف، خلال التوقف في الفترات في الادوار النهائيه النادي الاهلي هينظم طبعا رحلات ترفيهيه وسياحيه لمعرفه كل الفرق بمعالم مصر الحقيقه، سواء معالم سياحيه، كمان التجول في شوارع مصر بشكل كبير في هذا الامن والامان اكيد بيوصل رساله كبيره لكل دول افريقيا. خليني اقول لحضراتكم ان مجلس اداره النادي الاهلي وجه الدعوه لعدد كبير جدا من القيادات الرياضيه، وقلت لهم نغني معاهم احنا شكرا نحس بيهم برضه. انا مش شايف حضرتك، انا عايز اقول لكم طبعا كل يعني بطولات من خدمه ان شاء الله باذن الله نتمنى هم ياخدوا الدوره الافريقيه ان شاء الله، واتمنى ان ربنا يعملها رجاله. طب كويس، عايزين نشوف فوق هون، ده شايف فوق انتوا فين؟ عارف ايوه شايفك. Yeah.
بعد ختام الفقرة الفنية لعماد هلال هيبدأ طابور العرض الآن. وعددهم 19 فريق من 16 دولة، تجمع أكبر تجمع على مستوى البطولات التي أقيمت في أفريقيا، أكبر تجمع 19 فريق. المهندس محمد الجرحي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور عمرو علماني رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي. المهندس خالد
الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، ارحب بحضراتكم جميعا على ارض مصر حيث النيل والتاريخ المجيد والحاضر المشرق والمستقبل الواعد، وعلى ملاعب النادي الاهلي منظم البطوله حيث العلاقه والانجازات والتحدي والبطوله. لقد كنا حريصين في النادي الاهلي على استضافه هذه البطوله الافريقيه لنؤكد للجميع على انتمائنا الافريقي وفخرنا بهذا الانتماء للكرة السمراء قلب العالم ومهد الحضارة. إن إقامة هذه البطولة على أرض الكناية تبعث برسالة طمأنها للجميع أن مصر كانت وستظل بلد الأمن والأمان. الحضور الكرام، إن استضافة النادي الأهلي لهذا الحدث الرياضي الكبير يعكس بكل تأكيد الثقة الكبيرة التي يتمتع بها النادي الأهلي لدى مسؤولي الاتحاد الأفريقي، ويترجم العلاقة المتميزة والتعاون المثمر بين الطرفين، والتي كان من امتلاكها إقامة هذه البطولة على النادي الأهلي، وبمشاركة كوكبة متميزة من الأندية الأفريقية الشقيقة، في إطار من التنافس الجاد والشديد. السيدات والسادة، انطلاقا من مسؤوليتنا، نتعهد أمامكم جميعا تنظيم يليق باسم مصر العزيزة وافريقيا الرائدة ويليق بالنادي الاهلي ومحلته التاريخية وجمهوره العظيم. مرة ثانية نرحب بحضراتكم وبكل الاشقاء، ونتمنى لكم اقامة سعيدة في بلدكم الثاني مصر، وتمنياتنا لكل الفرق المشاركة بالتوفيق. شكرا لحضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة انتهاء كلمة المهندس محمد الجرحي رئيس منظمة للبطولة. المهندس خالد ناصف سليم، عضو اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة. الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، كلمة سيادته. Of volleyball in Africa.
On behalf of volleyball in Africa and in Egypt, I welcome you in your second home, Cairo, Egypt. So enjoy, and I hope you will have the best hospitality in Ahly Club, because I know that Ahly, when they organize, they care much about hospitality and friendship and sport. This is our message to the world. And of course, you are our colleague and our family. So please have a fair game, first ball, and enjoy your second home. Good luck. Thank you very much. And now, allow me to present our Egyptian legend and the president of Ahly Club, Mr. Mahmoud Al-Khatib, to give us the glory of opening this. كابتن محمود الخطيب يفتتح بطولة أفريقيا للسيدات. شكرا لكابتن محمود الخطيب. تابعنا مع حضراتكم حفل افتتاح بطولة افريقيا للكرة الطائرة سيدات من صالة الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيرة. طبعا الافتتاح تخلله فقرات فنية الحقيقة، يا ريت معاكم وشفنا كلمة المهندس محمد الجرحي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وشفنا كلمة ايضا الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وشفنا طبعا كلمة الكابتن محمود الخطيب ادانا بافتتاح البطولة، وشفنا حضور جماهير كبير زي ما شايفين في الصورة. الجماهير النهارده هتخلص مباراة الكرة الطائرة للسيدات وهتنتقل فورا لاستاد القاهرة. الجماهير عندها احساس وعي كبير جدا باحتياج النادي الاهلي ليهم النهارده. النهارده زي ما قلنا يوم البحث عن النجمة التاسعة سواء في كرة القدم او في الكرة الطائرة للسيدات. افتتاح ولا اروع، افتتاح رائع، افتتاح جميل الحقيقة، بتنظيم عالي، بتنظيم يعني باعلى شكل من الترتيب اللي ممكن نلاقيه في اي مكان. الحقيقة كمان شفنا التزام كبير من الجماهير، شفنا هدوء كامل اثناء حفل الافتتاح عشان الفقرات يعني تخش تباعا. الحقيقه منظر جميل، نتمنى ان شاء الله ان المنظر ده يختتم بالتوفيق لفرقتنا بالحصول على البطوله، ودي هتبقى اكبر جايزه من الفريق يقدمه لجمهورها ويقدمه لمجلس اداره النادي الاهلي. هنطلع فاصل صغير وارجع لحضراتكم تاني عشان نروح لزميلي الكابتن عبد الحميد حسن من ارض استاد القاهره والاستوديو التحليلي من هناك، وهيكون ضيوفه الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن كشري. فاصل صغير وهنطلع على استاد القاهرة لمتابعة فريق كرة القدم. معاكم وشفنا كلمة المهندس محمد الجرحي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وشفنا كلمة أيضا الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وشفنا طبعا كلمة الكابتن محمود الخطيب إدانا بافتتاح البطولة، وشفنا حضور جماهير كبير زي ما شايفين في الصورة. الجماهير النهارده هتخلص مباراة الكرة الطائرة للسيدات وهتنتقل فورا لاستاد القاهرة. الجماهير عندها احساس وعي كبير جدا
باحتياج النادي الاهلي ليهم النهارده. النهارده زي ما قلنا يوم البحث عن النجمه التاسعه سواء في كره القدم او في الكره الطائره للسيدات. افتتاح ولا اروع، افتتاح رائع، افتتاح جميل الحقيقه، بتنظيم عالي، بتنظيم يعني باعلى شكل من الترتيب اللي ممكن نلاقيه في اي مكان. الحقيقه كمان شفنا التزام كبير من الجماهير، شفنا هدوء كامل اثناء حفل الافتتاح عشان الفقرات يعني تخش تباعا. الحقيقه منظر جميل، نتمنى ان شاء الله ان المنظر ده يختتم بالتوفيق لفرقتنا بالحصول على البطوله، ودي هتبقى اكبر جايزه من الفريق يقدمه لجمهورها ويقدمه لمجلس اداره النادي الاهلي. هنطلع فاصل صغير وارجع لحضراتكم تاني عشان نروح لزميلي الكابتن عبد الحميد حسن من ارض استاد القاهره والاستوديو التحليلي من هناك، وهيكون ضيوفه الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن كشري. فاصل صغير وهنطلع على استاد القاهره لمتابعه فريق كره القدم.